أم محمد من الجيزة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. أهلا بيك يا فندم. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وبسعادة الأمة الإسلامية إن شاء الله. بقول لحضرتك في رؤيتين يعني. اتفضلي. الرؤية الأولانية ليا ابن يعني في ضائقة مالية شوية. فحماته وحلمت له خير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان هو شايل طفلتين جمال جدا. طفلتين تقال وجمال جدا. فقامت واخدهم منه وقعدت توريهم لقرايبها يعني. جميل. حمات فمن كتر ما هم تقال راح يتعطيهم له تاني. راح واخدهم وراح راكب موتوسيكل وجرابيهم. وعينها فتحت. في رؤية تانية كنت شفتها انا اللي شفتها. اتفضلي فندم. الشيف الشربيني وعلاء ابنه بيدوني فلوس. يدوني فلوس ورق هما الاثنين. وعيني فتحت. تابعيني يا فندم. طيب شكرا. بنقول للاستاذ اللي في ضائقه ماليه وحماته شوف له ان هو شايل طفلتين واتقال جدا وادتهم له تاني وركب موتوسيكل، عندما ارى الطفل او الطفله في الرؤيه الله يقول واذا بشر احدهم بالانثى، يبقى دي بشرة ولا مش بشرة؟ وعندي هنا بشرتين، لان هنا فينا استجابه الدعوه وإن محنة هيخرج منها، لكن لما أشوف إن أنا راكب الموتوسيكل دون وده من مواصلات اللي هي جت بعد كده اللي هي من إعجاز الله في الكون وفي الأرض، الله يقول والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هياخد الزينة وهياخد الرزق والله أعلى وأعلم. ولما تشوف والدته إن هي شافت الشيف الشربيني وعلى ابنه اللي هو بيعد الأكل، ده دلوقتي بيعد الأكل، الأكل يدل على رزق، لأن الله قال كل ما في الأرض حلالا طيبا، وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من طيبات ما كسبتم. ولما أشوف إن هو بيديني فلوس الورق، ربنا قال في القرآن فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، والله أعلى وأعلم.